غنشوفوا واحد التطبيق ديال المعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه اللي غيكون دلتا ديالك يساوي صفر. تقريبا نفس الاسئله، غادي نبدا ب ا، حدد اف الحل العام للمعادله او. كنشدوا المعادله التفاضليه كنرجعوها على شكل معادله من الدرجه الثانيه، المجهول ديالها هو ار. اذا غتولي ار او كاري زائد 2 ار زائد 1 كتساوي صفر، وعامل ديال الايكغيك هو 1. دلتا معروفة ب أس 2 ناقص 4 أس سي، ب هي 2 دونك 2 أس 2 ناقص 4 في أ هي 1 في سي هي 1، باش كتبقى 4 ناقص 4 كتعطينا صفر. معادلة عندها حل واحد، إذا دابا أنا جيت في الحالة الثانية. الحل الوحيد كنسميه آر زيرو، وكنقول ليهم ناقص ب على 2 أ. ب هي 2 مع ناقص ديال القاعدة 2 في 1، إذا الحل كيعطينا هو ناقص 1. إذا دابا عطيوني الحل العام للمعادلة التفاضلية، غنسميه اف دو اكس تساوي، ما غنكتب حتى حاجة من راسي، هاي عليا اللي كدوي، الفا اكس زائد بيتا في اكس فور، ار زيرو هو داك الحل اللي لقيت، ناقص واحد اكس هي ناقص اكس. اذا هذا الجواب ديال ا، شي حاجه كتكون بسيطه. بالنسبه للجواب بي، حدد اف، دابا كيقلبوا على الحل الخاص حيت عطاونا صوره صفر هي واحد، اف بريم ديال زيرو هي ناقص واحد، لذلك غادي نحاول نستغل المعطى الاول. صوره صفر كتساوي واحد تكافي، اش قلنا غنمشيو نديرو، غنخليو كلشي كيساوي واحد، ولكن نحطو الدالة اف نعوضو اكس بزيرو، غتولي عندك الفا في زيرو زائد بيتا اكس بو زيرو. إذا إلا حسبتي معايا العملية هنا، غتبقى عندك الفا في زيرو هي زيرو، دونك غتبقى بيتا في اكس بو زيرو كتساوي واحد، اكس بو زيرو هي واحد، إذا غتبقى بيتا كتساوي واحد. إذا ها أنت لقيتي لينا بيتا، باقي خاصك ألفا. نستغلو المعطى الثاني، المعطى الثاني فيه إف بريم، حنا ما عندناش إف بريم، عندنا غير إف، إذا ضروري ما خاصني نحسب الشقاق ديال إف. الناس اللي غيبغيو يديروا عملية الشقاق هنا، غيخدمو قاعدة دالة في دالة، حيت هنا كاين إكس مجهول، خدمة إف في جي، اف بريم في جي زائد جي بريم في اف. اذا نحط القاعده، الفا اكس زائد بيتا بريم اكس بو ناقص اكس زائد اكس بو ناقص اكس بريم الفا اكس زائد بيتا، خدمه الشقاق هنا خدمه داله في داله. ثم غادي نبدا بعمليه الشقاق، مشتقة ثابتة بيتا هي زيرو، مشتقة أي عدد مضروب في إكس كيبقى العدد، يعني مشتقة ألفا إكس هي ألفا إكس بو ناقص إكس، مشتقة إكس بو ناقص إكس قلنا كنخدمو إكس بو ديال إي بخدمة إي بريم إكس بو إي، يعني إكس بو ناقص إكس بريم هي ناقص إكس بريم إكس بو ناقص إكس، ومشتقة ديال ناقص إكس بريم هي ناقص واحد. يعني من الاخر المشتقه ديال اكس بو ناقص اكس هي ناقص اكس بو ناقص اكس، انا فسرتها لك هنا، انت غتحط ديريكت ناقص اكس بو ناقص اكس، وغيبقى كلشي مضروب الفا اكس زائد بيتا. اذا بعد ما حسبتي لينا الاشتقاق، ممكن توظف المعلومه ديال اف بريم ديال زيرو كتساوي ناقص واحد، غنديرو كل شيء كيساوي ناقص واحد، وغنتوجهو لاف بريم ونعوضو اكس اللي فيها بزيرو، الفا اكس بو نعوضو اكس بزيرو ناقص اكس بو نعوضو اكس بزيرو الفا في زيرو زائد بيتا، ونكمل الحساب، اكس بو زيرو واحد يعني كتبقى الفا، الفا في زيرو هي زيرو اذا كتبقى بيتا، اكس بو زيرو واحد، واحد في بيتا هي بيتا مسبوقه بناقص، ناقص بيتا كتساوي ناقص واحد.
انت جبتي واحد المتساويه علما ان راك انت عندك بيتا كتساوي واحد. دير لي دابا التعويض، الفا ناقص نعوض بيتا بواحد. اذا اش غتولي عندنا دابا؟ الفا كتساوي ناقص واحد زائد واحد، اذا الفا كتساوي زيرو. مني لقيتي بيتا كتساوي واحد والفا كتساوي زيرو، كتجي كتقول لي الحل النهائي تعوض سيدي الفا بزيرو، زيرو في اكس هي زيرو، غتعوض بيتا بواحد، يعني غتبقى نفسرو هنا الفا هي زيرو، غضرب في اكس زائد واحد اكس او ناقص اكس. إذن الحل ديالنا النهائي زيرو في اكس هي زيرو، كيبقى واحد، يعني غتبقى اكس او ناقص اكس. هذا هو الحل الخاص ديالنا.